الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أولا ننوه الإخوة بحلقة حلة كوكو يوم الثلاثاء في موضوع مجموعة من الصوفية الشفتة والصعاليق بيحاولوا إنه يخربوا هذه الحلقة، وأن لهم لأنه ما بيقدروا يوقفوا دعوة الحق. فإن شاء الله الإخوة يحشدوا يوم الثلاث في سوق البطيخ حلة كوكو، عندنا حلقة هناك بإذن الله عز وجل. وأنا لسه دار واصل في هذا الكتاب جيبه، لأنه هذا اليوم نحن نفرح، لأنه ده يوم عاشوراء، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طبعا ده اليوم الذي أهلك الله تعالى فيه فرعون، والذي أهلك الله فيه البرعي، دي معلومة في ناس ما عارفينها. طبعا الصوفية من غباهم قالوا أبونا الشيخ البرعي مات يوم عاشوراء. ما مات في نفس اليوم بتاع فرعون، انت عاشوراء ما عارفها يا صوفي يا بليد، ما بتعرف يوم عاشوراء حصل فيها شنو. ده اليوم الكتل فيه الله أبوك الشيخ، وده اللي بنعبده نحن، لأنه كتل أبوك الشيخ بيقتلنا كلنا، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، اللي بيقتلكم الله. كتل أبوك الشيخ البرعي، وكتل المصوبا، وكتل والبدر الله تبارك وتعالى، ده اللي بنعبده نحن. طيب أنا لسه دار أمشي مع هذا الكتاب الفاشل، كتاب سراج السالكين للشيخ ود بدر. ود بدر ده معروف بيستغيثوا به الناس في السودان هنا. يا ود بدر من الفقر، تسمع الكلام ده مكتوب في الحافلات بورا، ومكتوب في العربات الكبيرة: يا ود بدر من الفقر. ود بدر ده هو الفقر ذاته، ود بدر ده هو الفقر ذاته. بعدين انت كصوفي درويش نحن ما بنشتغل بك، نحن بنضرب في الركب، تعرف الركب؟ بندي في الركب عشان ما تقدر تقوم تاني. انت ما درويش لازنك ساي، انت جيب الراس، جيب الراس. نحن شوف اصو ضرب ما بينجح معنا، ضرب ده والله ندق البيك هنا ونديك شلوت تقع بغد. نحن جيب لنا الراس، الراس الكبير العينك لو بتقدر تجيبه، لكن ما بتقدر تجيبه. انت مسكين ساجد يا دول، مدقر لك صفه قدام بضمون شخ يا اكتب عليك انت كدر من الصفه ولا حاجه. تعال تعال بعد ذاك نتناقش، انت مسكين ولا شنو؟ عرفت؟ نواصل مع هذا. قال ديل اولاد صغار، اولاد صغار، لكن ابوك الشيخ بندوس لك دوسه جد. عرفتها؟ هو مش كبير، ابوك الشيخ مش عندك كبير، جيبوا لنا هنا. قول له في اولاد صغار دايرينك هنا، هنا في الحته دي. ما بيقدر يا زول. وشوف اولاد صغار دي قالوها لابراهيم عليه السلام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم. يا اخوانا شوف القران ده عجيب. قالوا سمعنا شنو؟ فتى يعني شنو؟ يعني ولد صغير يذكرهم، يعني بيتكلم في ابونا الشيخ. بالله ما نفسي كلام الدرويش ده يا هو ذاته. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. بس فتى دي تجيب لنا ابوك الشيخ نوريك فتى ذاته. فهمت؟ طيب الكتاب بتاع سراج السالكين ود بدر، دي القبه بتاعته، دي ها قبه ود بدر. اسمع الكلام بتاع التصوف، نحن جبنا لك كتاب، انت مالك بتكورك يا زول. ده كتاب ابوك الشيخ، اصداره الذكر والذاكرين، شارع المطار قبل النفق بتاع السوق المركزي بالناحيه الشرقيه، فاتح غرب. ثاني نسوي لك شنو اكثر من كده؟ المجلس الاعلى للذكر، هو في ذكر داير لمجلس؟ ها؟ في ذكر داير مجلس؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل لمجلس اعلى للذكر والذاكرين؟ يا سؤال، ما في حاجه اسمها مجلس ذكر، ما داير مجلس اعلى في اي محل تذكر الله عز وجل، ما عدا الاماكن التي نهي عن ذكر الله عز وجل فيها. لكن بعد كيف تذكر الله؟ انت في المواصلات تذكر الله، في البيت تذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء، ما داير له مجلس اعلى يا اخي، الله يهديك. طيب خليه ما بيقدر يخش يا دول. انت ما عارف اليوم ده ربنا اهلك فيه منو؟ فرعون. ربنا سبحانه وتعالى قال: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. فعسى فرعون الرسول فاخذناه شنو؟ اخذا وبيلا، زي ما اخذ ابوك الشيخ البرعي. عرفته؟ طيب الكتاب بتاع ود بدر قال: وقال رضي الله عنه، اسمع الكلام بتاع التصوف، قال: وقال رضي الله عنه: اذا رايت منهم من تعدى. يا اخوانا اقعدوا 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 اقعدوا، ما في حاجه يا اخوانا، مالكم انتم؟ تمام، موضوع طبيعي جدا، انت السودان شنو؟
اقعد 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 عادي عادي ما في شيء. اقعد اقعد. طيب قال وقال رضي الله عنه اذا راى يا اخي الله يهديك لحظه الله يهديك. قال رضي الله عنه اذا رايت منهم من تعدى وناح. شوف قال لك الصوفيه اذا رايت يعني من الشيوخ الكبار اذا رايت منهم من تعدى وناح وفعل افعالا قباح ولو ياتي الى البهائم وقال ارادته النكاح فربما حصل للنخل اللقاح. فهمت الحاصل؟ اقعد 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 اجلس يا اخي اجلس الله يهديك. اقعد 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 لا أقعد. لا ما عندنا نقاش لاي زول ما بنفتح باب لي. اقعد 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 ما في ما في. طيب لا ما عندنا نقاش لاي زول. نقاش شنو يا زول؟ انت ما عندك حلقه يوم الخميس امش تكلم في حلقتك. اقعد 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 قعد الناس زيها. اقعد اقعد ما في حاجه ما في حاجة. اقعد اقعد. طيب نواصل. ما في زول يتعدى على زول يا اخوان. ما في زول يتعدى على زول. ما تتعدوا على الناس يا شباب. اخواننا ديل ما في زول يتعدى. طيب اقعد. طيب قال وقال رضي الله عنه بيتكلم عن الشيوخ. قال اذا رايت منهم من تعدى وناح يعني شيخ يسوي اي حاجه انت ما تساله يتعدى حتى على محارم الله عز وجل وحتى على حدود الله عز وجل. قال لك ما تسال الشيخ خليه يتعدى ويسوي الدار يسويه. اذا رايت منهم من تعدى وناح وفعل افعالا قباح. قال لك لو شفت الشيوخ بيفعلوا افعال قباح قال لك ما تسالوا نصلا ولا جيب لهم خبر. دوت بدر يا دوت بدر عرفتها دوت بدر يا هذا كتابه. قال وفعل افعالا قباح ولو ياتي الى البهائم. قال لك حتى الشيخ لو بيفعل الفاحشه مع البهيمه قال لك ما تساله. يعني تلقى الشيخ واقف بيفعل له فاحشه مع بهيمه مع غنماية مع حماره مع كلبه مع اي حاجه من البهائم قال لك ما تسال الشيخ. ليه؟ لانه ده دين الصوفيه. الصوفيه بيقول لك الشيخ مهما فعل ما تساله. زي ما قال البرعي في الكتاب بتاع رياض الجنة ونور الدجنة قال يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم. الأجنبية إن صافحت يدهم قال لك كذات المحرم زي المحرم واحد. فهمت الحاصل؟ ده بالنسبة للبرعي. فالصوفية عندهم مهما الشيخ عمل ومهما سوى يقول لك ما تسأله. ليه؟ يقول لك لأنه الشيخ ده عنده علم الباطن أنت ما بتعرفه. وشوف جاب الكلام ده هنا في نفس الكتاب قال فربما حصل للنخل اللقاح. يعني شيخ راكب في البهيمة يقول لك لا له بلقح له في نخلة لكن انت شايفه بهيمة. يا اخواننا ده كلام بيخش في راسك. شو الكلام ده كيف؟ يقول لك انت شايفه هو بياتي البهايم لكن هو في الحقيقة بلقح له في نخل راكب بلقح في النخل. يسوي اي حاجة صوفية انت ما تسألون لانه عندهم في حاجة اسمها معصية الولي ومعصية غير الولي. لما ترجع لكتاب النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية تأليف عبد المحمود نور الدايم رجل طامت أن مدح البرعي قال نفوس القوم به طامت وهذا خرب نفوس القوم لكن ما جاب خبر. قال نفوس القوم به طابت عظيم محمود ده البرعي المدحه قال ورأى تلميذ شيخا يزني. فهم الكلام ده كويس؟ شاف تلميذ شيخ بيزني. قال فقال له الشيخ يا بني إني رأيتك حين رأيتني قد فسقت بتلك المرأة. قال له فسقت عديل عشان ما تقول لي لا 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 ما كان قاعد يفعل الفاحشة. هو براه واعترف الشيخ. قال نعم ولكني ما تبعتك على أنك معصوم. التلميذ قال للشيخ أنا ما تابعك إنك معصوم ودي كلمة حق أريد بها باطل. قال إنما أتيت لتعطيني السلوك وتعلمني الطريق. والشيخ سلوكه ضاربه اصلا يديك سلوك من وين؟ هو سلوكه ضاربه. قام عبد المحمود نور الدايم علق بيتحد علق بيتحد طبعا لازم يخمك. قال لك واعلم ان هناك فرق بين معصيه الولي ومعصيه دون الولي. ونحن بنقول لك ما في فرق. كان ولي عصى اسمها معصيه كان ما ولي عصى برضه اسمها شنو؟ ادم عليه السلام ولي ولا ما ولي؟
الله قال فعصى آدم ربه فغوى. ها معصية ولا ما معصية؟ الله سماها معصية. المعصية دي ما في حاجة اسمها ده ولي وده ما ولي. قال لك عبد المحمود نور الدايم هناك فرق بين معصية الولي ومعصية غير الولي، وما جاب أي دليل ولا عنده دليل. قال لأن الولي يطلعه الله على المعصية كشفا فيفعلها. يعني الولي بيكون بيشوف في اللوح المحفوظ في الكتاب ده جوا برضه بعينه، كويس بعينه في اللوح المحفوظ عادي. الصوفية بيقول لك أبونا الشيخ بيشوف في اللوح المحفوظ عادي. لما نينا واحد قال سأل الشيخ واد بدر في حاجة، قال زول لا، قال الشيخ فنظر عن يمينه ونظر عن شماله، قال ونظر إلى الأرض. قام قال لي يا شيخ أنت نظرت يمينك وشمالك ليه؟ قال له والله سألت الملك باليمين قال ما عارف، وسألت بالشمال قال ما عارف، قال عاينت في الواطة ما لقيت حاجة، قال عاينت في اللوح المحفوظ طوالي. بيتكلم مع الملكين البيجاي. هذا هو الضلال، وده دين الصوفية، وما بنخليك يا صوفي لو نططت لو نططت، فهمت؟ وانت ابواتك الشيوخ لو بيقدروا يعملوا حاجة خليهم يؤثروا في الحلقة دي. أسي عندنا واقف براي، واقف عندنا نادي أبوك الشيخ وتحسون، مش قال جر الشمس كده خليه جرني أنا، أسي أنا ولا الشمس كده يا وتحسونة كده جرني أنا على قلب. ما بتقدر تجر لك بعوضة يا وتحسونة لأنك ميت ما عندك مع الله عز وجل شيء، فهمت؟ أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم أخونا أبو بكر.